بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 132. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. يرد الشيخ رحمه الله على المرجئة في قولهم: الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب، فالأعمال ليست من الإيمان. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. قال: فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى. والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهد به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة. فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه، بخلاف كلمة من سورة، فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة. فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات. ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم وسلكوا السبل وصاروا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذا كلام عام مطلق. ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة، فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لنا، ما أنت بمؤمن لنا، صح المعنى، لكن لما قلت إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: أقيموا الصلاة، ولو قال القائل: أتموا الصلاة، ولازموا الصلاة، التزموا الصلاة، افعلوا الصلاة، كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل هذا على معنى أقيموا، فيكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك. قال الشيخ: ثم يقال: ليس هو مرادفا له، أي ليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق، وذلك لوجوه: أحدها أن يقال للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، كما قال: فآمن له لوط، إلى أن قال الشيخ: فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. الوجه الثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال: السماء فوقنا، قيل له صدق، كما يقال له كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب. لم يوجد في الكلام أن من يخبر عن مشاهدة كقوله: طلعت الشمس وغربت، أنه يقال له آمناه، كما يقال صدقناه. فإن الإيمان مشتق من الأمن، ولا يستعمل إلا في خبر مؤتمن عليه المخبر. الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر. وإذا فرض أن الإيمان مرادف للتصديق
فقولهم إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان، أحدهما المنع، بل الأفعال تسمى تصديقا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والقلب يتمنى ذلك ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. الثاني أنه إذا كان أصله التصديق فهو تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم. ويبقى النزاع لفظياً: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو اللزوم؟ ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء متفقون في جميع مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الوعيد، فهم يقولون إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والوعيد. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.